لما فاطمة سعيد يتم اختيارها لتكون أول حفل يعمله المتحف المصري الكبير، والحقيقة ده ما كانش اختيار يعني عشوائي أبداً. لما وقفتي في المتحف المصري الجديد فأول حفل على الإطلاق، ما كانش حد بني أدم دخل المتحف، أول إيفنت أول فعاليات تتعمل، وقع الاختيار على صوتك لأنه المدعوين كانوا من جنسيات كتيرة جدا، ما كانوش المدعوين مصريين بس. الحفلة دي ممكن أقعد أتغزل فيها من هنا للسنة الجاية يا فاطمة. الحفلة دي كانت مميزة جدا بالنسبة لي. طبعا الغنى في المتحف، وأنا فاكرة يعني إزاي الناس قاعدة قدامي وفي وسطيهم رمسيس واقف قدامي كده، أكبر واحد فيهم، كانت حاجة الصراحة منظر أنا عمري ما شفته في حياتي ولا هشوفه تاني، وما ظنش أن الموقع ده في المتحف هيستخدموه تاني الحفلات. يعني تقالي أن دي هتبقى كده مرة وخلاص، فيعني انتهزي الفرصة. فطبعا كانت فرصة يعني تجنن أن أنا أغني في مكان مهم زي ده في مصر وجديد، بس في نفس الوقت قديم، وكان كمان إحساس أن أنا منتمية لده. يعني هو ممكن يبقى مثلا حد ألماني جاي يغني في المتحف، بس هو مش منتمي لده، هو جاي وهيرجع بلده يقول انا غنيت يا جماعه، كان جنبي الاهرامات في المتحف الجديد وقدامي رمسيس قدامي. انا بقى عايزه اقول لهم لا، هو انا جزء من ده، هو انا يعني انا امتداد. بالظبط. امتداد. بالظبط، امتداد من كل اللي حواليا. فده طبعا كان احساس فخر غير طبيعي، ومبسوطه طبعا الناس جت، ومبسوطه ان انا قدمت حاجات جديده. فيعني لا، كانت فرصه الحمد لله، فرصة عظيمة. يوم ما غنيتي في المتحف المصري الجديد كنت لابسة فستان ذهبي جميل، وكان أدائك صافي وقيم، الصوت مع الصورة وصفتها يوميها وكأنك كنت سبيكة من الذهب، سبيكة من الموهبة والبهاء والإطلال. كل ده كوم، وبعد كده لما جيتي غنيتي مصر هي أمي كوم تاني. مصر هي أمي عامة من أكتر الأغاني اللي أنا بحبها بتاعت مصر. أنا بحب الأغاني الوطنية عامة، سيكون مصر هي أمي عشانها. من أنا شرحت حتى في الحفلة الخلفية بتاعت الأغنية علشانها الناس عارفاها طبعا، النسخة بتاعت عفاف راضي وهي معروفة جدا بتاعت عفاف راضي، ولكن النسخة الأصلية اللي كتبها فعلا كمال الطويل كان كتبها للفيلم بتاع بيبا زلاطة، بتاع مؤلفها الموسيقى، مؤلف الموسيقى، موسيقى كمال الطويل. بالظبط، كمال الطويل للفيلم ده اللي غناها المهندس في الفيلم بتاع بيبا زلاطة. وانا يعني علشان بنت ابويا فالافلام دي حافظاها كلها يعني من وانا صغيره، وهي دي الافلام اللي انا بفرق. انا برجع لورا بالافلام مش لقدام. فبس عارف الفيلم ده من زمان، وهو كان دايما اللقطه دي في الفيلم تاثر فيه، وكان يجيبني انا واخواتي ويقعدنا ويفرجنا على المشهد ده في الفيلم، ويقول لنا بص فؤاد المهندس بيتكلم على مصر ازاي. فكان دايما المشهد ده معايا يعني حياتي كلها، عارف المشهد وبحبه وبيأثر فيه، ودايما كان عارف الحاجات العبقريه هي اللي تضحكك وتعيطك في نفس الوقت. يعني هو لما يقول يا سلام على مصر، ما هو بيمثل وباين ان هو لابس البتاع دي هو فيلم كوميدي اصلا، هو كوميديان اصلا، ولكن في دايما حته حقيقيه. صحيح، وده أكتر حاجة تأثر فيه. مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، وإن كان لوني قمحي ده من فضل مصر،
ما تلاقيش مثالها ست كل عصر عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ولا وردة بلدي فيها عطر مصر ولا سحر مصر ولا جو مصر ولا ده شيء مالوش حصر open invitation روحوا زوروا مصر وانتوا تعذروني لما اقول يا مصر 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 فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر ده التاريخ في مصر والهرم في مصر والكرم في مصر فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر ده التاريخ في مصر والهرم في مصر والكرم في مصر والحلوين في مصر والجدعان في مصر ده الحلوين في مصر والجدعان في مصر ادوني عصايا ارقص رقص مصر وانتوا تعصروني لما اقولها مصر في الاغنيه بقى دي عملت تويست كبير طبعا من يعني عملت نقله في ناس اتخضت منها اتخضت يعني اللي هو باستنكار وفي ناس اتخضت وتفاعلت معاها والاغلبيه تفاعلوا وانبسطوا بيها بعد الغناء الاوبرالي العظيم والكلاسيكي مسكت العصاية ورقص البلدي وسط الأوبرا كله مع بعض مصر هي أمي نيلها هو دمي شمسها في صمالي شكلها في ملامحي وإن كان لوني أمحي ألف قصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ولا وردة بلدي فيها عطر مصر ولا سحر مصر ولا جو مصر ولا ده شيء مالوش حصر open invitation روحوا زوروا مصر التاريخ في مصر والحرم في مصر والكرم في مصر فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر ده التاريخ في مصر والحرم في مصر والكرم في مصر والحلوين في مصر والجدعان في مصر والدنيا عصايا أرقص رقص مصر Thank you.
فقرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.